بدأت في الشارقة فعاليات الدورة السادسة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وذلك في مركز إكسبو الشارقة تحت عنوان مشاركة مجتمعية تنمية شاملة. نعم، ويهدف المنتدى إلى ترسيخ أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي في منطقة الخليج العربي. برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفخامة هيرت كولر رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية سابقا، وألبرت جير نائب رئيس الولايات المتحدة سابقا، والدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، ومجموعة من الشخصيات الدولية البارزة بالإضافة إلى مسؤولين من دولة الكويت. انطلقت فعاليات الدورة السادسة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وذلك في مركز إكسبو الشارقة. صراحة يعني استمعنا إلى أكثر من سيشن، وكانت من يعني تحدثت عن أغلبية الأهداف التنمية المستدامة الأممية التي وقعوا عليها جميع القادة. يعني الأكل أكد، وكما استمعنا إلى الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، أن التنمية الحقيقية والتنمية المجتمعية تتمركز حول الإنسان. هذا وشهد المنتدى جلسات حوارية تمحورت حول التغير المناخي وعن الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص نحو تنمية مستدامة، بالإضافة إلى جلسات خاصة بالبيئة والتغيير المناخي في السياسات الإعلامية بمشاركة أسماء سياسية رفيعة المستوى. مشاركة مجتمعية ونحو تنمية شاملة، هذا شعار المنتدى هذا العام. يمكن في دولة الكويت احنا خطينا خطوة يعني جريئة، تم تشكيل فريق الاتصال الحكومي او فريق تسويق انجاز الدولة بشكل عام. هذا الفريق يرأسه الشيخ محمد عبد الله مبارك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة، وبعضويته مجموعة من المختصين في هذا المجال، وايضا تم الاستعانة في عدد من الخبراء في هذا المجال. الأمم المتحدة في العام 2015 تم الاتفاق على 17 مبادرة خاصة بالتنمية المستدامة، وهذا المنتدى أتى للتأكيد على أهمية 17 مبادرة، واللي من ضمنها طبعا تمكين المرأة والطفل، وأيضا طبعا محو الأمية بشكل عام والمساهمة في تنمية المجتمعات ومشاركتها في مع الحكومة. وعلى هامش المنتدى أقيمت ورشة عمل بالتعاون مع نادي الشارقة للصحافة الخاصة بالكتابة الصحفية وفقا لمنهجية تومينسون رويترز، وورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة الأمم المتحدة عنوانها أنماط التغطية الإعلامية لخدمة أهداف التنمية المستدامة. المنتدى يسعى إلى جلب أفضل الممارسات الدولية في قطاع الاتصال الحكومي وبناء منظومة جديدة تستفيد منها المؤسسات الحكومية ومؤسسات قطاع الاتصال. لتلفزيون دولة الكويت، ثريا أمالو، الشارقة.